ونناقش ملف أزمة الوقود في العراق مع الصحفي العراقي أحمد الجميلي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أهلا ومرحبا بك، حياك الله. كيف يمكن تفسير أسباب استمرار أزمة الوقود منذ عدة أسابيع والتي تضرب ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك؟ لا، التفسير الوحيد لما يجري اليوم من أزمة وقود مفتعلة هو هذه نتيجة من نتائج سيطرة مافيات الفساد على مفصل مهم من مفاصل الغذاء والأمن الوطني العراقي، وهو النفط وعمليات استخراج النفط وتوزيع المحطات الحكومية والمحطات الأهلية. وزارة النفط وما تتبعها من دوائر مثل شركات توزيع المنتجات النفطية التي لها فروع في مختلف محافظات العراق يسيطر عليها مافيات فساد ومتنفذون. هؤلاء ومنذ عام 2003 ولغاية اليوم يمارسون عمليات تهريب ممنهجة للمشتقات النفطية. يشاركهم في عمليات التهريب أصحاب المحطات الأهلية وبالاشتراك مع مدراء عامين وموظفين مشرفين على ملف توزيع المشتقات النفطية. فتخيل أن بلد مثل العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدر نفط في العالم وأيضا يعد أول بلد بما يمتلك من احتياطيات ضخمة للنفط، اليوم مواطنوه يشكون من أزمة وقود ويقفون ساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل. لذلك ربما سيد أحمد أشار نواب عن محافظة نينوى إلى أن حلول الكاظمي لأزمة الوقود صبت بمصلحة المهربين والفاسدين، وهنا يدور السؤال كيف تصب هذه الحلول في مصلحة المهربين والفاسدين بأي شكل من الأشكال؟ بالتأكيد، لأن يعني هذه المافيات أقوى من الدولة، ويعني بعض الفساد ما زال يسيطر على الدولة سواء في حكومة الكاظمي وما سبقه من حكومات عراقية. بالتالي فإن قرارات الحكومة عادة ما تأتي مجاملة وقرارات سطحية لا حل بشكل جذري هذه المشكلة. كما ذكرت لك قبل قليل أن يعني هذه المشكلة ويتورط فيها مافيات فساد في وزارة النفط وفي شركات توزيع المشتقات النفطية بالاشتراك مع أصحاب المحطات الأهلية الذين يقومون بتهريب كميات ضخمة من البنزين عبر سوريا بالاشتراك مع ميليشيات متنفذة تسيطر على المعابر الحدودية في منطقة القائم وكذلك السند وغيرها من المناطق غير المعلنة. والكل يعلم بهذه الحقيقة، ولكن الحكومة يعني تمارس دور الذي لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم خوفا. لكن أستاذ أحمد، هذه المشكلة ستنعكس على بقية الخدمات الحياتية للمواطنين العراقيين. المسألة ليست مرتبطة فقط بعدم توفر وقود للسيارات، هناك أزمة ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الحياة. بالضبط أخي الكريم، يعني نحن في العراق يعني أن رأينا هذه الوجود الحاكمة، نحن نعيش في أزمة، كلما انتهينا من أزمة دخلنا في أزمة أخرى. اليوم الشعب العراقي يعني يعاني الويلات من أزمة الكهرباء التي بات المواطن العراقي يحلم بأن يأتي يوم ينعم به ببعض ساعات متواصلة من الطاقة الكهربائية. اليوم الفاسدون وما أحدثوه من ضرر كبير في العراق وحولوه إلى بلد غير صالح للعيش أضافوا إلى كاهل المواطن العراقي أزمة أخرى تهدده في حياة كريمة في هذا البلد المتهالك. نعم، هل برأيك التظاهرات التي تخرج في بعض المحافظات قد يعني تدفع الحكومة إلى إيجاد بعض الحلول؟
نعم من للاسف نحن يعني نحن في العراق، في العراق كلما اتى الصيف وكلما ارتفع درجات الحراره يخرج المواطنون الى الشارع للتظاهر احتجاج الخدمات ونقص الكهرباء. واليوم يضاف الى هذا السجل هو نقص شح البنزين. لذلك اعتقد بان هذه المظاهرات اذا ارادت ان تحقق اهدافها فينبغي عليها ان تستمر حتى مع دخول اجواء الشتاء والاجواء الربيعيه. لا يكفي ان يخرج المواطنون العراقيون للتظاهر بضعه ايام في شهر تموز وفي شهر اب، وما ان يتحس. نعم سيد احمد، اشكرك جزيلا سيد احمد الجميلي الصحفي من بغداد، شكرا لك.